منتخب انجلترا لكم تجريد الاتحاد الانجليزي للعبة مدافع تشيلسي جون تيري من شارة قائد المنتخب. وجاء في بيان الاتحاد ان الاستقالة قبلت وان كابيلو سيترك منصبه بمفعول فوري. آسيا، قضية أسالت الكثير من الحبر في المملكة المتحدة، وعوضا من أن يكون ضحيتها جون تيري لعنصريته سقط مكانه مدربه فابيو كابيلو. لم يكن أحد يتوقع أن تحمل قضية نزع شارة قيادة منتخب الأسود الثلاثة عن جون تيري في آخر صفحاتها استقالة المدرب فابيو كابيلو. فالمدرب الإيطالي الذي يشرف على منتخب إنجلترا منذ 2008 لم تعد تفصله عن أمم أوروبا سوى بضعة أشهر، لكن هذه الفترة لم تشفع لتكون حاسمة في الحفاظ على السكينة في المملكة البريطانية، لأن الاختلاف في وجهات النظر بين كابيلو ورئيس الاتحاد الإنجليزي دافيد برينشتاين بلغت أوجها، وساعة من الزمن كانت كافية لينكسر عقد الود، لأن الإيطالي البالغ من العمر 65 عاما اعتبر بل أصر على أن مسؤولي الاتحاد ما كان لهم أن ينزعوا شارة القائد عن جون تيري، واعتبره تدخلا في مهامه. وعندما يتعلق الأمر بمدرب ليوفنتوس وميلان وروما وريال مدريد من جهة، وصحافة صفراء في بريطانيا قوتها أنها قد تحدد أحيانا مصائر بلدان لا شخصيات، فإن الانفجار سيكون متوقعا، وهذا ما حصل. استقالة ربما ليست في محلها، قد يقول المتابعون لشؤون الكرة إنها قد تجعل منتخب الأسود الثلاثة ليوثا مرتبكة في الصيف، لكن ذات العناوين التي أثارت قضية عنصرية جون تيري تجاه أنتون فيرديناند تضع التاج على رأس هاري ريدناب مدرب توتنهام الذي تمت تبرئته من تهمة التهرب الضريبي ليروض الأسود في الصيف في رغبة لعودة عرش المنتخب لابن البلد. وبين هذا وذاك للحكاية سطور خفية يعرف كابيلو الذي كان عقده سينتهي مع نهاية اليورو، ويعرف إذن سرها لوحده، وبالتأكيد تعرف قوى الضغط نصف الحقيقة الثاني إذا كان للحقيقة وجهان يتوافقان.